نزار؟ طبعا نزار، انت ما كنت عم تستناني اه؟ انت كنت مفكرني مليت ما هيك حقير؟ نزار اهدى. اصلا انا كان لازم اوصك من ظهرك مثل ما انت اوصت ابن اخي. نزار خليني اشرح لك، اسمعني بس. ولا كلمة، ما رح اوصك هلا. الحساب يلي عم فكر فيه شي تاني، انا ما رح احكم عليك ابدا. يلي ولدته لإياد هي رح تحاكمك. يا نزار انت هيك عم تغلط كتير. خاص نزار، حبيبتي انت شغلتي لي بالي هلا. حسان انا قلت لك رح خبرك كل شي بعدين منحكي. طيب خلينا نمشي يلا. ساعديني يا سمر، انا هون. سمر لا تصرخوا لك اخي. ساعديني يا سمر. سمر تعالي بسرعة. خد خد اوصك. سمر محلكن، لا حدا يقرب. شو هاد عمي؟ لا تتدخل انت. نزل المسدس يا نزار. عمي كبر عقلك. شو هالحكي؟ انا العائل الوحيد فيكن، رح اخذ قاتل اخوك لعند امك. اخي ما قتل حدا، مستحيل يعمل هيك. حتى انا كنت اقول هيك، بس الامور وضحت. حتى لو هيك انت ما فيك تحكم عليه. اوعك اديب، بعد ايدك عن السلاح. لا تخليني اقتله قدام اخته. اخي اعمل شي حسان. عمي اهدى وطول بالك شوي. يلي عنده كلمه يبلعها احسن. حسان لا تلحقني وتخليني اعمل شي تندم عليه. حسان اعمل شي اخي. امشي. خليل قرب السياره. لا تلحقوني، لا تخلوني اوص هالكلب. عمي بترجاك لا تقرب. عمي بترجاك، جلال ما بيقتل. خليكم محلكم. سمار جلال راح تبلش المحكمة الحقيقية بعد شوي، جهز لي حالك ساعتها إذا كنت رجال انكور القصة. اسمعني زار. خلاص ايه شو بدنا نعمل حسان؟ أنا خايفة يقتلوا لأخي. أخوكي ما رح يصير له شي، روقي شوي. أسرع أكتر من هيك، أسرع. ولا يهمك حبيبتي لا تخافي، قربنا نلحقه. حسان بابا مصيبة، عمي نزار. احكي لشوف شو فيه، شو صاير مع عمك نزار؟ شو اللي صاير لنزار؟ عمي خطف جلال يا بابا. شو؟ خطف جلال؟ شو هالحكي؟ هو هلأ جاي لعندكن. شو؟ قلت رح يجيبه لهون؟ اللي شو اللي صاير حسن؟ ماشي يا حسان، اصلا نحن كلنا هون. شو عم بيصير يا حسن؟ نزار خطف جلال اليوم. شو يعني خاطفه؟ هلأ هو بطريقه لهون، قرب يوصل. هلأ منعرف شو التفاصيل. نزار الموضوع مو مثل مالك فهمانه، انت هيك عم تغلط كتير. عن جد عيب عليك، انا هلأ حاطت المسدس براسك وما بتعرف اذا رح تعيش للمسا ولا لا، ولساتك عم تلف وتدور هيك. وحياة الله ما كذبت بحرف. لا تحلف بالله كذب، استنى شوي وهو رح يعاقبك عنده. شو عم يصير يا عزام؟ هنن شو خبروك هلأ بابا؟ نزار في شي بخصوص جلال شي؟ ليكون نزار الحقير خطف ابنك جلال. دخيلك يا الله. يا ويلي، طمني يا عزام، ابني بخير شي؟ نزار هلأ رح ياخده على بيت حسن. ليش؟ شو القصة؟ إذا بتريد قول شي يا عزام. أنا راي على بيت حسن. لا
لساتني ما شبعت من ابني. لا تحكي هيك ماما، ما رح يسمحوا له يعمل شيء. الكل قاعدين هنيك. طولي بالك شوي. أنا رايحة لهنيك، الله أعلم شو عم بيصير فيها. أنا رايحة كمان. يخرب بيتك يا أديب، شو حظك قوي. يعني لو ما كانت أختي بجنبه كان رح يأكل رصاصة بين عيونه. لكي لعن الحظ، لازم يدعي لأختي ليل ونهار. يعني تقول مو ناقصني إلا أنت يا ست مها. مها، أنا ما أعطيت الرقم شان تتصل كل دقيقة، هلأ بترجع لنفس الأسطواني وبتقلي مين هي اللي معك. يلا يا رؤوف، يلا رد علي. آخ منك يا رؤوف. أوف، ولي على هالدب، أريحني يا ربي بقى. أوف. وصلنا على المحكمة يا سيد جلال. بالأول في محاكمة وبعدين رح يتم التنفيذ. نزار، شو فكر حالك عم تعمل؟ عم بعمل الشيء اللي لازم ينعمل. لا جن يا نزار، اصحى يا أخي قبل ما تكبر المشكلة وترك هالولد. لا أختي، لا تتعبوا حالكن على الفاضي. صحي على حالك، أنت مانك قاطع طريق. نحن وثقنا فيهن ورحنا على فرحهن، وهن قتلوا ابن أخي غدر وبعدين مشوا بجنازته، وعم تقليلي قاطع طريق؟ ما بدي عيد كلامي، اترك الولد، ما رح اسمح بهيك شيء ببيتي. اصلا ما حدا طلب منك تسمح، هذا المجرم لازم يواجه ام المقتول. نزار بعد اخي، بعد احسن ما اقتل هالكلب قدام عينك. امشي. خدي مرت اخي، هذا هو قاتل ابنك. عمي نحن مو عايشين بغابة. بعرف، بس جاوبني انت، هو لما قتله كنا بغابة؟ الحقير ونحن ملتهيين عن ابننا كان عم يلاحقه وضل وراه لحد ما قتله. نزار، هديك الحادثة. الكل يسكت، انا بيهمني اني وعدت مرت اخي وهلأ نفذت الوعد، وإذا في شيء ينحكى هي رح تحكيه. ليش قتلت ابني؟ بدي أفهم ليش؟ أنت شو كان بدك منه؟ أنا ما قتلت حدا، أنا ماني مجرم. خلاص، أنا بعرف كيف اشتريته لهداك المسكين يلي اسمه عيسى، لأنه بنته مريضة اضطر أنه يلبي طلبك. كلامك صح، اللي عم تقوله مزبوط، وهو فعلا بنته مريضة، بس هالشغلة لا أنا عملتها ولا عيسى. مرت أخي، أنا مستحيل أتركه يعيش، بس إذا بدك فيك توصي بإيدك. لا، ما في داعي تعمل هيك عمي. نزار أنت جننت. أنت خاسي. إيه يعني ما حدا ناوي يقتله؟ أنا رح شوف شغلي. عمي أنت شو عم تعمل؟ حسام ما دخلك. هالشغلة هاي لازم تنتهي، أحسن لك إنه ما تتدخل. إذا هالقد مصر إنك تاخد بتارك اقتلني إلي، أنت شو بتفرق معك؟ المهم تاخد حقك وبس. سمر أنت ما دخلك. أنا عم قول إنه أخي ما له ذنب باللي صار، ليش أنت ما بدك تفهم؟ وأنت منين بتعرفي؟ كنتي معه؟ أخي وأنا بعرفه. سمر إذا بتعرفي شيء قولي، وإلا نزار رح يقتل أخوكي. الله يخليك قولي شيء. قولي مين قتل إياد؟ بكفي. لا تفوتونا متاهات أكبر، عيب إنه نعمل هيك. يا نزار حاجة لهون.
لا تخليني اضطر اطلب لك الشرطة. حسن! حسن عزيز اغلو! عزام! يا عزام! شو يلي خلاكن تطلعوا من البيت؟ أنا مثلك اجيت مشان ابني. عزام! شو قلت هالحياة يا حسن؟ شو نحن عصابة حتى نحل المشاكل اللي بيناتنا بهالطريقة؟ اهدى شوي يا عزام، ابنك بألف خير، أنا حليت القصة. أنا اللي رح حلها يا حسن، لا تفكر إني رح مرقها على خير. يا عزام، وقف! عمي لا تلعب بأعصابنا، لازم نحكي بهدوء. ما ضل في شي نحكي، أمك صارت بتعرف. ما في شي أصعب من أنه الواحد يخسر ابنه. جلال! لا تقرب عزام شفار. أنت على شو ناوي يا نزار؟ بدك تخرب الصلحة يعني؟ قلتلي صلحة، رح أخذ روح ابنك أول وبعدين نعطيكن البنت وبعدين نتصالح، بتزبط؟ كرمال الله ترك لي ابني. الحقد عام عيونك يا نزار، انت ما بتفرق عن رؤوف ابدا. انتوا الوحيدين اللي ما بدكم الصلح يضل بيناتنا، ليش ما عم تفهموا؟ ما بدي افهم هالشي، الشغله اللي بفهمها هو عذاب هالمره المسكينه. ليش مفكر انه ما عم يحترق قلبي؟ الله يشهد علي اني زعلت على ابنكم كانه ابني اللي مات. الابن الحقيقي اغلى. ما يا عمي لهون بكفي، مو من حقك تعذب كل هدول الناس. أنا أجيت حتى أخذ ابني وارجع على بيتي يا نزار، وغير هذا الحكي ما عندي. إياك توقف بوشي. اهدى عزام. لا تقرب مني يا عزام، لا تخليني أقتلك أنت وابنك. لك حاجتك، أخي جلال ما قتل حدا. إيه مين اللي قتله؟ مين اللي قتل ابن أخي؟ اللي بعده عن الشبابيك. نزار! طلع يا رجال! طلع لبرا ولك! طلع واجهني يا حقير! هاد مو صوت أخي رؤوف! نزار! صار الشي اللي كان مخوفني! نزار! طلع ولك! عمل شي يا حسن! هذا رؤوف جانن! ما عم تسمع يا حيوان! صرت أطرش يعني! نزار! لا لا لا! عمي! 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 لا لا برا! لا ولك! رؤوف لا تقوص! هذا أنا! عمي طول بالك! عمي! لا تصرخ ولا! ليكني هون! الكل ينزل سلاحه! يلا! خليل نزله! وانت! أنا لسه ما خلص حسابي مع أخوك القاتل. شو يعني ما استرجيت تجي لوحدك وتواجهني؟ ها؟ شادت ظهرك بهالكلاب؟ يا رؤوف يلا روح من هون فورا، أنا رح حل كل شي هلا. تريك أخي روح هلا. أنت مشكلتك معي يا نزار، تركه أحسن لك. لا تتدخل بشغلي، لأنه مشكلتي مع حشرة مثلك شي، ومشكلتي مع قاتل ابن أخي شي تاني. أنا حطيت القنبلة بالنادي، ما هو كله بسبب السيد أديب، بس لهلأ ما حدا بيعرف على أساس ما رح يكون حدا لما بتنفجر القنبلة. المهم سيد أنور ما تحمل حاله وفتح النادي بكير. أنت ناوي تحكي عن كل جرائمك بدون خجل؟ خربت مشروع البناء تبع نزار ولسه فيه، أما أهم شيء عملته. لك اسكت بقى رؤوف، إذا بتريد بكفي. الصلحة تبعكن طلعت فالص وما لها طعمة أبداً، يعني ضحكتوا على حالكن وصرتوا تزوروا بعض. صحيح شاركنا اللقمة، بس للأسف أخوك كان بده يعلم على شرفنا يا حسان، وأنا ما عاجل بده يعلم على عرضي، لهيك أنا قوصته. لك ليش؟ أنت ليش قتلت ابني؟ Ha 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 ha!
كان رح يعتدي على شرفي، وانا قلت لكم انه ما عاش اللي بده يعلم على العرضي. الله يلعن الساعة اللي بشروني فيها بولادتك. انا من زمان كان بدي لكم انه نحن مستحيل نتصالح مع بعض، بس ما حبيت ابي يزعل. رح تدفع ثمن هالشي غالي يا رؤوف. رح نشوف يا نزار، انا مستعد اعمل كل شي حتى امسح ذنوبي. انا ما عندي مشكلة انشنق كمان، بس شايفة هاي الايد؟ انا رح دفعك ثمن كثير، روحك مقابل ايدي. ما رح فوت على السجن قبل ما قتلك. وها لك خلص يلا عزام، خلي هاي الرصاصات تشهد على هالشي. يلا يلا بابا. لا تعوز، الله يلعنه. عزام انت منيح؟ بابا بسرعة فكوا له جرافتو. بابا بابا انت منيح؟ خلاص يا بنتي ابوك منيح. امتى ما بدك فيك تطلع، لانه اعتبارا من هلا مشكلتي مو معك، فيك تعتبر حالك برات اللعبة. هلا مو وقتها يا نزار. أنا حسابي كبير مع أخوك، ما رح أرتاح أبداً حتى أمحي هالكلب عن الوجود. حاجة يا نزار، أنت على شو عم تركض؟ أنا ابني مات، في شافة من روحي وقلبي راحت، وأنتوا عم تتاجروا بدمه باسم التقاليد والعادات، فوتوا على بيت كل اللي بيعرفوا وتستروا على قتل ابني. أمي؟ هني قعدوا على سفرتي وأكلوا من خبزي وضحكوا بوشي، ولا حدا منكم فهم شو الوجع اللي جواتي. لك حتى ما خليتوني أبكي على ابني براحتي. حاجة مالك حاجة، أنا عجد ما عاد فيني أطلع بوش واحد من بيناتكم، أنا بكرهكم كلكم. مزن مزن. برافو عليك يا نزار، برافو. تعي ماما. يا مزن يا مزن مزن، بهاي الظروف لازم نسيطر على اعصابنا ونكون قوايا. اتركوني لوحدي وروحوا اطلعوا اطلعوا. خلاص يا مزن طولي بالك، كل الناس اللي تحت زعلانين مثلك. انا ما بيهمني حدا، ما بيهمني حدا، اتركوني واطلعوا لبرا. أخ نزار، حاجة بقى لازم نخفف الحقد. أنا قلت لك جلال خلص شغلي معك. وخلص شغلك مع أخي أساساً، هو إلا ما يدفع ثمن ذنوبه، بس خلي القانون يحاكمه. شفنا منيح شو صار لما تركنا العدالة تاخد مجراها. روح على شغلك يلا. القتل ما رح يرجع حدا على الحياة، أنا بحلف لك أني مستعد سلم أخي للشرطة بإيدي. نزار أنت شو الطيني اللي خلقت منها من شان الله تقلي؟ شو عم تحكي نوران؟ شوفت عينك الشاب الآن على حياة أخوه، ومزن خانم فوق عم يحترق قلبه على ابنه إياد، وصار مارق كذا يوم ولهلأ مانك عرفان مصير فتون. شوف حالك لما جبت سيرة فتون. عمي بما أنك بتقدر حياة شخص قريب عليك، كيف ممكن يهون عليك حياة شخص تاني؟ المسألة صارت أكبر من قصة حياة شخص تاني. هداك الكلب رؤوف هجم على بيتي وتحداني شخصياً. المشكلة بيناتنا صار إلى معنى تاني، وإنتوا صعب تفهموا هذا الشيء. كيف صرت عزام؟ أنا خجلان منك يا حسن، كتير خجلان. صدقني ما كنت بعرف، أنا لو كان عندي علم. هلأ لا تفكر بهالحكي،
لا تعب قلبك. قلبي عم يحترق كتير يا حسن. مثل ما أنت خسرت ابنك أنا بعتبر حالي كمان خسرت ابني. أنا ما عندي ولد اسمه رؤوف. خلص يا بابا إذا بتريد هدي حالك ولا تفكر بالقصة. خلينا نروح يا سعاد. عمي عزام برأيي ترتاح شوي. أنا ما برتاح إلا ببيتي. حسان أنا رح روح مع بابا. بنتي أنت خليك ببيتك. بس يا بابا أنا لازم أكون معك. وضع الجماعة هلأ مانو أحسن من وضعنا يا سمر. لازم تضلك مع أهل جوزك لأنه ما ضل غيرك يهدي الأحوال. يلا يا سعاد. أنا آسف كتير يا سيد حسن. أنا وعدتك أنه رح أهتم بموضوع نزار بس للأسف. لا تأكل هم أنه الواحد يسيطر على نزار ما نسهل بنوب إلا ما نلاقي شي طريقة. أنا بوعدك رح بعد نزار عن رؤوف، وحتى رؤوف رح خليه يدفع الثمن غالي. هذا اليوم كان متعب. هلأ لا تفكر بهي الشغلة، روح لعند ابنك فورا وما تتركه لحاله. طيب سيد حسن، تصبح على خير. وأنت من أهله. سمر بشو صافني؟ أنا قلقانة كتير حسان، خايفة يصير شي لبابا. صحته ما رح تسمح له إنه يتحمل كل هاد الزعل. لو أخوكي رؤوف ما أجا عالبيت. أصلاً هي ما كملت إلا لما إجا. بس مين كان بيضمن إنه نهدي عمي نزار؟ كيف بيكون وضع بابا هلأ يا ترى؟ وأنا قلقان مشان ماما كتير. إيشي طبيعي إنه الكل زعلان، ما حدا مرتاح. هو معروف السبب. انسي، بعدين منحكي بهذا الشيء. هذا الزلمة ممكن تتوقع منه كل شيء. رؤوف مجنون وممكن يضر الكل. الأحسن هلأ يا مزن إنه ما تفكري بهي الشغلات أبداً، اتفقنا؟ شلو ما بدك يعني فكر؟ هذا الزلمة ما ضل شغلة ممنيحة ما عملها. ما عم بفهم قصته، دائماً بيقول إنه في سبب لعداوته بس ما عم يوضح. هو دائما بيخبص هيك، المهم يقول حي الله حكي. بلكي سمرخان ومتعرف السبب. هالبنت ليش لهلا عم تخبي عنا؟ ما عم بفهم. كانت عارفانه انه رؤوف اللي قتل اياد وبس هي. اذا بتريدي مزن، سمر عملت يلي كان لازم ينعمل وبس. رجاء سكري على الموضوع. بابا اسلك ضغطك مرة تانية؟ كيف بتخبي عني هيك قصة يا جلال؟ كيف بتدخل السجن بدل رؤوف من دون ما تخبرنا أو يكون عنا علم؟ لأنه ما كان في حل تاني. شو عامل يا ربي لحتى يصير هيك معي؟ وليش بعدت لي ولد مثل هذا وضل دائما اتعذب معه؟ لا تقول هيك يا عزام. بعرف إنه هالحكي ما رح ينفع. بعد اللي صار بشو رح ينفع الحكي؟ كيف أمي؟ كيف بدها تكون يعني؟ ما كانت بتستاهل اللي صار. ما بعرف كيف هيك الأمور فاتت ببعضه وما عاد تنعرف الحقيقة وين. لكن منيح إنه عمي نزار ما عمل له شي لجلال. لو كان عمل له أي شي، بدك تعرف؟ أنا كمان كنت ممكن أوصل لجلال، مع إنه هو شخص بريء، بس خلص راحت. انت بتعرف شو عم تحكي؟
يعني أنت متضايق لأنه ما كان هو القاتل؟ ليش لو كان جلال هو القاتل كنت رح تقتله؟ ولا عمي نزار؟ يعني معلش لو أنه كان مقوصه لرؤوف؟ صدقني مالي عرفان شو بدي أقول لك، مالي عرفان. أولاد عزيز أوغلو اليوم شافوا رؤوف شعفار، اليوم اتعلموا درس ما رح ينسوه، عرفوا منيح مين بيكون رؤوف شعفار وشو ممكن يساوي وقت الجد، ما هيك؟ انت اثبتت لهم هالشي وكان واضح من عيونهم. طول بالك لسه هذا ولا شي، استنى بس ولا رح خلي كل عيلتهم يرتعبوا بس يسمعوا اسمي، وخصوصي هداك الواطي نزار. والله رح سود لك عيشتك يا نزار يا كلب، رح خليك تندم على كل لحظة غلط معي فيها، وبعدين رح طلع روحك بإيدي، واسطنبول كله رح تشهد على كلامي. انتوا لسه ما بتعرفوني، ما بتعرفوا مين رؤوف. ماشي يا رؤوف ماشي، رح اذبحك بإيدي، رح اسلخ جلدك. نزار حاجي بقى، انت مانك شايف انه ما بقى ولا بني ادم واقف معك؟ مانك حاسس؟ مالي بحاجة لحدا، هالكلب رؤوف انا لوحدي بقدر عليه. اوف يا نزار اوف منك. رح خليه يندم على كل كلمة قالها، صدقيني رح حاسبه على الشي اللي عمله معي، ورح خليه يتمنى لو انه ما شافني وما عرفني بحياته. نزار بنتك عم تخطر عبالك شي؟ نورهان بلا هالسيرة. بستغرب كيف الإنسان بيصير قلبه هيك مثل الحجر. عن جد؟ مو أنتي اللي قلتي الحياة لازم تستمر وما لازم نزعل على شي راح؟ المشكلة بتفهم كلامي مثل ما بدك. أنا فهمته مزبوط، أنتي قلتي لي ما لازم نوقف شغلنا ونقعد. بدي إياكي تفهمي شغلي، أنا هلأ شغلي هو رؤوف وبس. خايف عليكي تاخدي برد. خلص بس ابرد رح ضمك. سمر انت ليش ما قلتي لي؟ كنت بتعرفي وما حكيتي لي. خلص حسان مو وقتها. سألت جلال كمان وما حكى لي شي، بس انت صدقني ما كان عنا حل تاني حسان. ليش يا سمر ليش؟ بس فهميني شو السبب. لأنه طيب مو مهم شو ما كان السبب، المهم إنك خبيتي عني الحقيقة. خلص حسان ماني حابة أحكي بهذا الموضوع. بس أنا حابب، مو على أساس ما كنا نخبي عن بعض أي شيء؟ تعرفي شو صرت عم فكر بعد اللي صار؟ إنه رؤوف قتل أخي، وإنه عمي خطف أخوكي، والأهم من هيك شغلي عم فكر فيها كتير. أكيد حابة تعرفي شو بدي أقول، ما هيك؟ عم فكر إذا كانت مرتي عم تخبي عني شي تاني، وهذا أهم شي. أنا فايت شوف أمي. ليش عم تصير معنا كل هالمصايب يا حسن؟ بدي افهم ليش؟ ليش؟ وضعنا صار صعب كتير، أصعب من المرات الماضية. أنا نزار اللي بعرفه مستحيل إنه يسكت على هالشي اللي صار. رح نحاول قد ما فينا نمنعه، ما لازم نسمح له إنه ينزع الشي اللي عملناه. إيه بس هذا الشي بلا بس بلا حكي فاضي، لك عزام رضيان إنه يدخل ابنه على السجن، بعدين مو كل واحد بيقدر يعمل هذا الشي. مازن
كأنه شاكه انه نحن عم نخبي عنا شيء وبدها تعرف شو هو. اي خليها تشك قد ما بدها، وما بدي اياك تقول اي شيء عن القصه ولا لاي حدا. حسن، لا لا مستحيل رؤوف يعمل هيك عمله. احسن شيء اني اساله، اكيد رح يقول لي كذب. ايه معه. انت اكيد ما بتعملها. لك انت شو عم تحكي؟ قلي انك ما قتلته، قلي انك ما لك علاقه. انا ماني فاضي لهالحكي. انت مشان هيك اتصلتي؟ لكن مشان شو بدي اتصل؟ انت كنت عم تكذب ما هيك؟ اكيد لتنقذ اخوك جلال. انت ليش عم توجعي راسك بهالقصص؟ كل شي حكيناه كان مزبوط. يعني بفهم من كلامك انك انت اللي قتلته؟ كيف طاوعك ضميرك انه تقتل بني ادم بريء، انه تقتل روح؟ كيف بتعمل هيك يا رؤوف؟ كيف بتقدر تصير مجرم؟ بس يا ليتك بتعرفي قديش انا عانيت. ليش القتل له مبرر يا رؤوف؟ مفكر القتل شي سهل يعني؟ سهل انك تحكي هيك. امتى قتلت وكيف قتلت؟ انا قتلته وخلص، طلعت المسدس وقوصته، فهمتي؟ انا ابدا ما كنت بتمنى يكون مجرم. كان عمري 5 سنين، واللي بعمري ما بعرف غير اللعب. الكلاب قتلوا عمي قدام عيني. ليش سهل اني انسى هداك المنظر؟ مستحيل انسى، مستحيل. ما راح انسى طول ما انا عايش. شفت الضو شغال، بس ما اكون ازعجتك. لا ولا يهمك. شايفة ما أحلاهن؟ قديش بيكون الواحد بريء لما بيكون صغير، حتى الخناقات وقتها بتكون بريئة كمان. يا ريت لو ضلينا صغار ما هيك. ما كان حدا غلط بنوب، كانت رح تكون الحياة حلوة وبسيطة وما فيها مشاكل. لا تقولي هيك، انتو رح تضلوا أبرياء، وحتى لو كبرتوا بالعمر رح تضلوا أبرياء مثل ما كنتوا بطفولتكن. الحب رح يخليكن أبرياء وقلوبكن نظيفة. طيب وإذا ضيعنا هالحب من حياتنا؟ يا بنتي الحياة والظروف صعبة، وبهيك ظروف بتلاقي الإنسان بيقول أحياناً اللي مو حابب يقوله، وكمان بيعمل اللي مو حابب يعمله. بتمنى يكون هيك. صدقيني هو هيك. اثنيناتنا تعبانين، خلينا ننام. أنا ماني نعسانة. حكيت مع الجماعة يلي بأوروبا؟ إيه حكيت يا نزار بيك، عم يدوروا بكل قرنة وحتى بالضياع، بس لهلأ ما في ولا خبر عن فتون خانو. فهمت عليك. ومن شان رؤوف صار شيء؟ طيب وين بتأمر ندور؟ شو يعني وين؟ بدكن تدوروا عليه وين ما كان؟ أمرك نزار بيك. مو مخلي مشكلة إلا وعاملها. عم يدوروا عليه لأنه ضايق بدوره مشان القنبلة، الشرطة عم تلاحقه ونحن لازم نلاقيه قبلن، عم تفهم؟ أكيد نزار بيك. إيه فيك تروح هلأ. صباح الخير. صباح النور. انت منيحة مو هيك؟ شو قصدك؟ يعني قصدي صحتك. حاسة حالك منيحة اليوم؟ انا بكون منيحة لما بتتعامل معي بهالطريقة. ليش انا كيف عم بتعامل معك؟ حضرة جنابك عم تتعامل معي وكأني وحدة غريبة عنك. واذا ناوي تبقى هيك عم تعاملني خبرني. بس ما في هيك شي حبيبتي.
وسهلا جوان. صباح الخير. ما زعلت لأني فيقتك بهالوقت مو هيك؟ ما زعلت لا، بس انشغل بالي. أهلك مناح؟ مو كتير. وأهلك كيفهم؟ وأهلي نفس الشي. اللي صار مبارح، قصدي يلي انحكى، كيف بدي أقول؟ رح يأثر شي على علاقتنا جوان؟ شو؟ كيف يعني؟ قصدي رح نبقى رفقات مثل قبل؟ طبعاً دينا، ليش لحتى تتأثر علاقتنا بهالشي؟ طيب، الأحداث اللي صارت رح تكون عائق لتطوير علاقتنا أكثر من هيك بيوم من الأيام؟ لا تعملي هيك دينا، بترجاكي لا تعمليها. شو بدك؟ يعني ما بتعرف ليش جاي لعندك؟ أنا مالي فاضي اسمع نصايح. ترك لي رؤوف إلي يا نزار بيك بمسكه وبسلمه للعدالة. يا ريت ما تتدخل بشغلي. أي أسلوب تاني تستخدمه ما رح يكون لخير حدا أبداً. وإنت ليش مهتم كل هالقد؟ خلي غيرك يفكر بهالشغلات. لأني وعدت حسن بيك ووعدت حسان كمان، ما رح أتركك هيك تعمل اللي براسك. عم تسمعني؟ ما أديب، يمكن تكون نيتك للخير، بس لا تحاول تتدخل بنوب. إياك تحاول تمنعني، وإلا ما عاد ميز بين الخير والشر ورح ضمك للطرف الثاني. طيب يا نزار، ويكون بعلمك أنا ما رح وقف وأتفرج. ما عم تفوت لمخي بنوب، في حدا بالعالم عنده ضمير بيعمل هيك؟ كان مبين إنه مو شايف شي بعيونه. لك حتى إيده ما رشفت، ولا مبين إنه حاسس بالندم. والله شكله مو ندمان بنوب. يا مزن، هلأ وقت هذا الكلام برأيك؟ لو بوقتك كنا عارفانين كان صار هذا الكلام من زمان مو هلأ. كنت غيرت رأيي فيكي واعتبرت إنه اللي صار صار وأنت واحدة من العيلة. أنت كيف بتخبي هيك شي عن عيلتك يا بنتي؟ لك ما حسيتي فيه لما شفتيني عم ببكي على ابني؟ مزن، حاجة بقى. إن شاء الله دايمة، أنا لازم روح مشان زور بابا. بعرف إنك ما رح تستوعب الموضوع. إذا ما شرحت لي طبعاً ما رح استوعب شي. ليك، يمكن عيوني عم يحكولك شي، وممكن إيدي عم يحكولك شي كمان، ويمكن كون عم فكر بنفس الشي وماني حاسس، بس هالشي ما بيغير الواقع. أي واقع؟ ليكك عم تمشي لساتك أكل هم هالقصة هاي؟ حتى لو قدرت أمشي وأركض، أنا ماني مثل قبل يا دينا. أنا ماني مثل باقي الناس. أنا عندي عجز، عم تفهمي؟ عندي عجز، ويمكن صرت عاجز عن الحب. أنا ما عاد عندي مستقبل دينا. كنت حابب يصير شي بس هلأ لا، ما فيني، ما فيني. حدا بده ياني بهالبيت، حتى حسان. شوفي ولا شي حسان، أنا مبسوطة. أنت كيفك؟ لا تاخدي بكلام أمي سمر. أنا رايحة. سمر لحظة، خليني وصلك. ما في داعي سمر، لا تعنديني. مانك مضطر تضل مع وحدة مثلي حسان، ولا مضطر تكون مع وحدة كذابة وبتخبي على عائلتها. Thank you.
حدا بيان بنوب؟ ما حدا فات أو طلع من البيت طول الليل ونحن ناطرين قدام بيته لنوري. طيب خليكن عم تراقبوه، وبس تلمحوا لرؤوف لمح خبروني فورا. شو طمني يا رضا أفندي، شكلك تعودت على الراحة كتير، كأنه مو عجبتك القعدة هون. معقول يا رؤوف بيك؟ مو أنت اللي لقيت هالبيت؟ مزبوط أنا لقيته، بس بيت نوري أحسن. وأنا مو عاجبني يا فهمان، بس لو كنا ببيت نوري كانوا عرفوا ويننا ومسكونا. طالما هذا البيت مأمن رح نضل هون لفترة. بدنا نضل نستنى هيك؟ طول بالك شوي، أديب ونزار هلأ عم يدوروا علي، بس تجي اللحظة المناسبة رح اتصرف مع أديب. المرة الماضية ما قوصته يا رؤوف بيك، بس إن شاء الله هالمرة رح تقتله. ولك مين قالك رح أوصه يا أجدب؟ ها؟ مين قالك هالشي؟ ولك أديب عنده شيء أهم من روحه، وبس يجي الوقت المناسب رح أخذ منه هالشي. فهمت عليك، بس مثل ما قلت لك أكيد رح يضلوا بهالفترة هربانين ومتخبين، ويلي عم دوروا عليهم ما لازم ينسوا هالشي بنوب. ولا تنسوا أي تطور جديد فورا بتخبروني فيه. ماشي. ولهلا بنت عمي ما في عنا ولا خبر بابا؟ رح يجينا خبر إن شاء الله، طالما نورهان عم تقول بنتي عايشة معناها عايشة. أنت شو عم تعمل هون؟ كيف يعني بابا؟ ليش ما رحت مع سمر؟ ما رضيت بابا. يا ابني لازم توقف معها أكتر من هيك. بس بابا ما بدي أعذار. مالك حق تزعل منا بنوب، أنا أحياناً بخبي أسرار لمصلحة عيلتي وضروري يصير هالشي، وهي عملت نفس الشي. حسان هالقصة بلشت من زمان كتير وتسكرت بفضل حبكم لبعض، إذا صار وتعكرت سعادتكم بيوم من الأيام رح أعتبر حالي أنا المسؤول. عم تفهم علي؟ ألو سمر خانم؟ أيوة. كيف صحتك سمر خانم؟ أنا الدكتورة عم بحكي معك من المشفى. أهلين دكتورة، شو أخبارك؟ الحمد لله. إمتى بدك تيجي لعندي؟ خير في شي؟ مشان أعطيكي فكرة عن برنامج علاجك، ويا ريت بأسرع وقت. لهالدرجة لازم نستعجل؟ ما بدي خوفك سمر خانم، بس كل ما استعجلنا بيكون أحسن بكتير مشان صحتك. سمر خانم عم تسمعيني مو هيك؟ إيه إيه آسفة، بس مشغولين كتير بهالفترة، بأول فرصة رح أجي. مرضك مانو مرضي بيتحمل التأجيل، عم بستناكي بأقرب وقت ممكن. صدقيني مشغولة، رح أجي بأسرع وقت ممكن. عم بنتظر. شكراً كتير. ليش؟ ليش أنا؟ طيب وهلا كيف صاري؟ ما بقدر بهالسرعة هاي، أنا ما بقدر أجي بأي لحظة. والله فهمان الموضوع حبيبي، وأنا كثير قلقانة على ماما. بس ماشي برجع بخبركم. يلا باي. خير صاير شي؟ ماما كثير تعبانة وقالنا قالوها على المستشفى. شو وضعها كثير سيء؟ مو كثير سيء، بس بالنهاية هي بالمستشفى. سارة أنا لازم أروح لعندها بأسرع وقت. بدك تروحي على إزمير؟ إيه طبعا لازم كون جنب أمي. وأكيد رح تاخدي معك ما هيك؟ أنت أكيد عم تمزحي، لسه لهلأ ما بيعرفوا بوجوده. طيب أولتها وآخرتها رح يعرفوا فيه، بس أكيد مو هلأ. إيه وشو عم تفكري تعملي؟ أنا كيف بدي أعيش معهم؟ أنت لو تسمعي كلام أمه لحسان بس. مع الوقت رح تفهم وضعك. ما بعرف يا ماني حابة روح لهنيك بنوب. المطرح اللي عم تحكي عنه هو بيتك يا سمر، تحملي مشان حسان. مشان حسان؟ بس لو تشوفي وضعنا أنا وحسان وكيف صاير عم يعاملني. بصدق كل شيء إلا هالحكي اللي عم تحكيه. زعاجك بحكيه شيء؟ ما قال شيء، بس بدل ما يوقف معي ويسندني وخصوصي بهالظرف هاد بوقت أنا كتير محتاجة إله، عم يعاملني وكأني غريبة عنه. سمر في شيء عم بيصير وأنا ما بعرفه؟
وكأنه في شي تاني مضايقك؟ لا، لسه بده يكون في شي تاني، مو حاجة هدول؟ ليش تأخروا الأولاد لهلأ؟ ما بعرف، يا ريتهم لحقوا العشاء. أنا حكيت مع حسان، قال ماله جاي. أكيد بيكون راح ورا سمر، لأنه وين ما كانت المرأة بيكون جوزة. مو هني كمان. أنت منين تعرف؟ اتصلت بسمر وسألتها، قالت ما شفته. شو هالقصة هاي؟ وين بده يكون راح الولد؟ برأيك نبعت حدا يدور عليه؟ لا تقلقوا، بيكون بشي محل عم يريح راسه. طيب خليه يريح راسه، بس على القليلة نعرف وين هو. ايه خليه يريح راسه ببيته، ليش لا يطلع لبرا؟ أحياناً الإنسان بيحب يكون لحاله. كمان في ناس أحياناً وشو ما صار بيحبوا يكونوا مع عائلتهم، لأنه مثل أهله الواحد ما بيلاقي. الوحدة صعبة. من إمتى كنا نقعد ونشرب لحالنا؟ كيف عرفت إني؟ قالوا إنك ضايع، قلت لروح شوف. شو صاير معك؟ شو بده يصير؟ أنت بتعرف كل شيء. مو من شيء قليل، قالوا الهم ببكي والحب بيعلمنا نحكي. وأنا الاثنين بكون. سمر يلي بعرفها ما بتبكيك يا حسان، يعني هالحكي كذب. لأنها خبت عني وما حكت لي. ما بعرف يا أديب، ما تعرفت الصح. أنا بعرف يا حسان، إذا مرضك كان من سمر فدواك كمان عن سمر، وبرأيي لا تضيع وقت هون على الفاضي. هلأ؟ إيه طبعاً هلأ. ليش هي ما عملت هيك؟ ما عم تتذكر؟ لما إجت لعندك بنص الليل ومع زلمة ما بتعرفه بنوب، ولا مطرح كمان ما بتعرفه بنوب، وكل هذا من شانك. طالما هي عملت هيك ليش ما بتعمل أنت مثلها؟ آخ يا رؤوف آخ، شو كان صار يعني لو كنت هون بجنبي هلأ؟ لازم نلاقيه قبل ما يتورط أكتر بالمشاكل، لأنه نزار جان جنونه، وإذا لقاه قبلنا مصيبة. الله لا يقدر. مرت أخي رؤوف عم يحكي معك شي؟ معي أنا؟ والله ما اتصل فيني بنوب، لا اتصل ولا طمني عنه. طيب إذا اتصل فيك خبرينا. شغلته كبيرة كتير وما بيشمله عفو. في مرة بالدنيا بتحب يفوت جوزها على السجن؟ لهيك ما عم تقولي وينه؟ ما؟ ما بدي أقول، لأنه أنا شو عرفني وينه يا جلال؟ ما بعرف شي. طيب خلص مثل ما بدك. أهلا وسهلا يا ابني. سمر هون مرت عمي. ايه هون، تفضل لجوه، هلأ بنادي لك ياها. مساء الخير. أهلا وسهلا يا ابني. أهلا وسهلا صهري. أهلين فيكم عمي. كيف صحتك؟ منيحة، يا ريتني ما شفت مصايب مبارح. ولا واحد كان بيحب يشوفهم. يا ريت رؤوف أخذ روحي مني مبارح، ولا كنت أعرف إنه هو القاتل. الله لا يقدر بابا، شو هالحكي هاد؟ بلا يا جلال، لما قالوا الإنسان بحياته بيموت ألف موتة ما غلطوا. عزام بيك لا تعذب حالك، لازم تنتبه على صحتك. يا ابني أنا هلأ كل خوفي عليكم، أنتوا اتنين كنتوا أساس الصلح بين العيلتين، أنتوا كنتوا السد يلي وقف هالطوفان، وشو ما صار لازم تدافعوا عن حبكم، دافعوا عنه مشان تنتهي هالحرب. أنا وسمر عم نعمل جهدنا مشان هالشي. بعرف يا ابني، بعرف. ليش إجا هلأ هيك فجأة؟ شو هالحكي يا بنتي؟ حسان جوزك وإمتى ما بده بيجي. يلا سمر قومي انزلي. لك الصبح وين كان عقله؟ صايرة كتير عم تتدلليها. والله ما حدا طلب منه يجي لعندي. لا تكوني قاسية هيك، ولازم تعرفي قيمتي اللي بتحبيه، وصدقيني بعد ما تروقي رح تندمي يا بنتي. أهلا وسهلا. أهلين سمر. جلال تعال معي يا ابني.
سمر، ليش هيك ساكتة؟ شو بدك يعني أقول حسان؟ كل الحكي اللي حكته أمك وأنت تاركني لحالي، ولا حتى اطلعت بعيوني. مزبوط، كان لازم وقف بصفك بس ما قدرت. مفكر أنا ماني زعلانة؟ بس عم بتعامل معك طبيعي وما عم ضايقك. يعني أنا هيك عم بعمل؟ إيه، سكتت وتسترت على القاتل الحقيقي، بس عملت هيك مشان مصلحة العيلتين، لأني فكرت بتنيناتنا، وحضرتك حكمت علي بدون ما تسمعني. سمر، أنا بعتذر منك، أنا كتير ظلمتك. تنيناتنا عم نمر بظروف صعبة كتير، بوعدك ما رح زعلك مرة تانية. أساساً صحتك مو ناقصة كمان. صحتي منيحة، اليوم حكيت مع الدكتورة. طيب، وقت طلعتي من المشفى مو كنت بدك تحكي لي عن حالتك؟ كنت بدي حاكيك بهذا الموضوع. بالله عن جد؟ نيناتنا، علاقتنا، وكيف لازم نوقف نتعامل مع بعضنا. هذا الموضوع أبداً ما خطر على بالي. أنا منيحة حسان، بترجاك لا تشغل بالك. شو انشقت الأرض وبلعته؟ قد ما تخبى آخرتها رح نلاقيه نزار بيك. قربت نهايتك يا رؤوف، طلع من هالوكر المتخبي فيه وبرجيك. سمر، خلينا نروح مشان ما نتأخر. أنا رح نام الليلة هون، ماني رايحة. حبيبتي، ما حد رح يزعجك. أنا بدي ضل هون بس مشان بابا، لأنه هو بحاجتي هلأ، ويمكن أمك بحاجتك. بس أنا ما فيني ضل بعيد عنك. أحياناً بتحس حالك قريب من حدا بس بتكون بعيد. حسان، شو بدك تروح يا ابني؟ لازم روح قبل ما يتأخر الوقت. قبل ما تروح في عندي كلام بدي أقلك يا. تفضل. حاسس نزار مثل القنبلة الموقوتة، لا أنا ولا أنت يا ابني يمكن رح نقدر نوقفه عند حده. بلكي رفيقك هداك، نسيت شو كان اسمه. قصدك أديب؟ بلكي هو يحسن يعمل معه شي. إذا منحسن نبعد نزار بيكون منيح. أديب من الأساس عم يعمل هالشي، بس مستحيل نقدر نبعد عمي عن القصة. عمي نزار كل يوم عم يزيد حقده أكتر، وحتى وقت انقطعت أخبار بنته كان عقله عند أخي جلال، وهلأ عقله صار عند رؤوف. بظن مو أديب اللي بيقدر يمنعه، بل شو لكان؟ مرت عمي. مرت عمي نورهان؟ ليش شو بتحسن تعمل؟ حتى الرجال المدججين بسلاح ما عم يقدروا عليه لنزار. هي شو بدها تعمل يا حسان؟ استنوا علي شوي، خلوني أجرب هاي الفكرة. فتون، بنتي حبيبتي، وين أراضيك هلأ؟ اشتقت لك يا حبيبة قلبي، اشتقت لك كتير. الله أعلم وينك. الله يحميكي، الله يحميكي. برأيك رح تنفع هالشغلة؟ ما منخسر إذا جربنا، وانت إلك دور فيها كمان. لا تنسي تجي بكرة على الموعد، ماشي؟ سمر، لا تعملي هيك، بكفي إنك بعيدة عني اليوم. أولت مبارح كنت معي لسه. خلص سمر، مو أنا اللي عملت هيك، الحق عليك، لكن طول الليل ما بتطلع بوشي. شو هذا يعني، انتقام؟ أنا ما عم انتقم، عم ذكرك. تصبح على خير. حاضر استاذ، ماشي. المدير ما رضي يعطيني اجازه بنوب. معلش ساره، لا تضايقي حالك، بس انت ما بتعرفي قديش بكون مبسوطه لما اقعد مع الصغار. لازم نلاقي شي حل تاني، بس شو هو؟ بدور، بشو عم تفكري لتكوني بدك تتصلي بحسان؟ يعني ما اتصل؟ ما بعرف، براحتك.
ألو؟ مرحبا مزن خانم، كيفك؟ أنا بدور. أهلين، أنا منيحة، كيفه الصغير؟ الصغير منيح، لا تشغلي بالك، أنا ضاقة وقصدتك بشغلي. قولي يا عمري. مضطرة أسافر ورح أغيب كم يوم، قلت يعني بلكي بتلاقولي جلسة أطفال لابني. شو هالحكي يا بنتي، أنت لا تشغلي بالك، أنا رح دبر الموضوع وبرجع بحكيك اليوم، ماشي؟ عن جد شكرا كتير، مع السلامة. خير أمي؟ الولد صاير له شي لا سمح الله؟ بدور مضطرة تسافر برات البلد كم يوم، وسألتني إذا بلاقي حدا يهتم بالصغير. أنا بخبر السكرتيرة تدبر وحدة. حبيبي حسان، شو رأيك نجيب الصغير لهون؟ أي والله فكرة كتير حلوة، بكرة بتاخده مشاوير على كيفك. ما راح خلي حدا يستغل مواهب ابن أخي، بكرة بخليه يقعد ويشتغل معي على الإنترنت. لا تتمنوا على الفاضي. ليش بقى؟ مو معقول هيك يا مزن، بكرة سمر بيتقطع قلبه بس تشوفه. وأنا كمان برأيي ما له مناسبة. إيه لازم سمر تتعود، يعني الولد ما رح يفوت على بيتنا بنوب؟ هو ابن حسان وهو حفيدي، شو هالقصة؟ معناتها تتركوني أنا قرر شو لازم يصير. سمر انقهرت بما فيه الكفاية وما رح خليها تتضايق أكتر مشان هذا الموضوع. ست سمر يلي تسترت على قاتل إياد بدها تبقى هون، أما هالطفل البريء يلي معرفان شي من هالدنيا ما لازم يبقى هون، هيك قصدك؟ إيه مزبوط، وأنا قلت آخر كلام عندي، إن شاء الله صفرة دائمة. مرت عمي بدي إياكي بموضوع. أنا حكيت مع مرت عمي ورح تساعدنا. بتمنى ما تنقلب الآية بالعكس. ما بظن. سمر، أنت اليوم راجع على البيت مو هيك؟ ما بعرف، برأيك إجي؟ وعم تسألي كمان؟ كل العيلة لاموني لأنه حضرتك ما رجعتي لسه على البيت، وندمانين لأنه انجرحوا مشاعرك. عن جد؟ وأكتر شي أمي عم تسألني أمتى بدك ترجعي على البيت. ما كنت متصورة أنه رح يشتاق لي حدا بهداك البيت. لا تغلطي هيك سمر، طبعا بيشتاقوا لك، أنت عروسة البيت الحلوة. جوان، شو الرابط التاني؟ بلكي في شي خبر منزلينه جديد. في شي خبر؟ مع الأسف. أصلا كنت تفاجأت لو أني سمعت خبر منيح. هلا لا تعكري مزاجك دغري، أكيد رح نلاقي خبر حلو. يا ترى حسان لقى مربية أطفال؟ مو قال رح يخبر السكرتيرة؟ طيب بلكي نسي؟ شو كان فيها لو إجا حفيدي لعندي؟ يا الله، معقول حدا يهتم بالولد مثلنا؟ بجوز، الله أعلم مربيات اليوم شلون متعلمين. إذا بدك فينا نلاقي بالإنترنت، في شركات مختصة بمربيات الأطفال. عن جد؟ فوراً منشوف مزن خانم. اشوفولنا للبيك الصغير. حسان؟ قال بدك ياني شو في؟ هالشغلة ما بتمرق هيك عمي. أي شغلة؟ قلبي عم يحترق من وقت ما رؤوف اعترف بجريمته. حاجة بقى، خلونا نحل هالقصة. هذا الموضوع يا عيني ما بينحل بطريقتك. ماشي، شو الطريقة اللي بينحل فيها؟ وإذا لزم السلاح فليكن. هاي الشغلة لازم تنتهي. يا سلام، هذا هو ابن أخي، هيك لكان. طيب ماشي، مسيك. من بعد هلأ هذا هو رفيقك. حسان، حسان، مرت عمي نورهان تعبانة كتير. وينه؟ ليك بمكتب حسان. نورهان، نورهان، شبك؟ نورهان، نورهان، شو صار لك؟ الإسعاف! حسان، سمر، اطلبوا الإسعاف! يا روحي، لك شو صار لك؟ لك حسان، عجل لك شوي! افتح الباب يا ابني! شو عم يصير حسان؟ لك يا ابني، مرتي عم تموت! لك افتح الباب! اهدى يا نزار! شو هاد؟ مرتك لا عم بتموت ولا شي. زبطت معك حسان؟ زبطناها سوا، وانت كمان لازم تاخدي جائزة. جائزة شو؟ جائزة الأوسكار، لأنك شاطرة كتير. لا تبالغ،
بس خايفة عمي نزار يجن جنونه جوا. يمكن لو كان هاد سجن حقيقي كان عمي هرب قبل ما يمضى ليلة وحدة عليه، بس هلأ مرت عمي معه رئيسة السجانين بحياته، وانت رئيسة سجانين حياتي. سمع اسمع، قد ما دق عمي اوعك تفتح له الباب، فهمان؟ امرك حسان بيك. يلا سمر. كيف بتعملي هيك نورهان؟ لك الواحد ما بيقدر يثق بمرته؟ هيك شغله بيمزح فيها؟ والله طلعت بتقلع علي نزار. لك التوبه لالله. اخ يا حسان اخ، لك انا كيف وثقت فيك؟ هلا الطريقة المضبوطة، وأخذ مسدسي كمان. حاجي بقى نزار، عم تحرق أعصابك على الفاضي. لك أنت مثل البومة فوق راسي. يا سيدي شكراً، بومي بومي مثل ما بدك. تعود هون، لك اعتبر حالك بإجازة، بعدين لك عنا أكل كتير، ومثل ما قلت لك لا تتعب حالك، عود كلك شي لقمة. بكرة بتروح بتقول مرتي ما عم بتطعميني. الله يجيبك يا طولة البال. كل شي تمام أديب، عمي نزار محبوس هلأ بالمكتب، بس لازم نستعجل قد ما فينا وما نتأخر. لا تأكل هم حسان، كل رجالي مستنفرين، وأكيد رح نلاقي رؤوف اليوم. مع السلامة. يا زازا. أيوة أديب بيك. اجمع كل شي في رجال عندك، الكل لازم يدور على رؤوف، اقلبوا اسطنبول فوقاني تحتاني، بتكون تلاقوا لي من تحت الأرض، سامعني؟ أمرك يا بيك. لو ما كانت مرت عمي معنا ما كانت زبطت، لأن بنت أصول ما قالت ما بتقدر، ولا ترددت، ولا حتى خافت من نزار. الله يعطيها العافية. هلأ ما في شي بيخوف، بس يطلع عمي نزار من هنيك ما بيقدر يعمل شي. القصة كلها صارت بإيد أديب. إن شاء الله يلاقي رؤوف كمان على بكير. هلأ أنتم متأكدين إنه نزار رح يبقى لفترة هنيك؟ إيه طبعا، وخصوصي إنه في فوق راسه سجان مثل مرت عمي، ما رح يطلع. إذا بتطلع يمين بتلاقيهم، وإذا رحت يسار بتتشركل فيهم. هذا أديب ناشر كلابه بكل قرنة بالبلد. دير بالك يا رؤوف، خايف هالكلاب تعضك. رح أتغدى فيهم قبل ما يتعشوا فيني، بس هلأ في خطورة. كل شي بوقته حلو، بس بدها صبر. افتحوا الباب! افتحوا! لا تصرخ على الفاضي يا نزار، ما في حدا غيرنا بالشركة. شوفي لقلك، لا تلعبي معي، إذا معك المفتاح افتحي. لك أنا من اللي المفتاح؟ رح نبقى اتنيناتنا هون لبين ما ينمسك رؤوف وحطوه بالسجن. ليكي، افتحي هالباب وإلا رح هد الشركة فوق راسك. بدك تهدى هدى وحرقها إذا بدك. أصلاً أنا قلبي محروق على بنتي، وما عاد فارق معي أي شيء. كل أصل البلا من عنادك هاد، لولا يا باسة راسك وتناحتك كانت متي هلأ هون بحضني. دمرت حياتنا يا نزار، وإذا تركتك رح تدمر حالك كمان. بس ما حذرت، طالما أنا عايشة ما رح أتركك. يلا يا رؤوف رد علي. ايه شوفي يا مرة، لا تخاف رؤوف، نزار ما عاد يقدر يعمل لك شي. شو عم تحكي يا بنت؟ والله مثل ما عم قلك، نزار هلأ محبوس، خلص حسان حبسه وما بيقدر يطلع لمحل. عن جد عم تحكي بليه؟ لك دخيل أخبارك مع أحلاها بتطير العقل. حطول الغنم راعي. يا رؤوف خير؟ شو في؟ خير خير رضا. مرني يا رؤوف بيك. هلأ صار وقتها الشغلة اللي قلت لك عليها، روح اللي ليها بتروح الحارك بتشوف شغلك وبتنهيها. يلا طير لسه ما لحق. على عيني يا رؤوف بيك. يلا ودرغلي يا درغلي ارني. رؤوف ليك لا تجنني وانت قاعد هيك. اذا بدك تطلع برا الكلاب يلي ناطرتك فورا رح يصطادوك.
خليك عاقل ودير بالك، ماشي؟ لا تشغل بالك، رؤوف بيعرف وين حاطط رجله. والله وزحلقته لنزار. بكرة شوف شو رح يصير له. والله واكلتها. ايه، امتى رح نتعشى كلنا سوا؟ صار لي يومين ما عم بتهنى بالاكل. وانا كمان نفس الشيء. والله حسان اساس هالبيت. وسمر هي بهجته. يا ترى امتى رح يجوا؟ انت بتعرفي شي امي؟ وانا شو بده يعرفني؟ ليش معصبه يا امي؟ قلت بلكي حكيتيهم. قصدي مو سمر اخذت على خاطره مني؟ يعني صار الحق علي؟ مو هيك؟ اي نعم، انت الغلطانه. اي طولي بالك رزان خانم. انا برايي لازم تتصلي مع سمر وتطيبي خاطرها يا مزن. سمر حساس كتير، وكأنها حاسه انها مانا مرغوبه. مشان ما تحس هيك برايي لازم تحاكيها. ردي عليها. أيوة مزن خانو. أنتوا وينكن يا بنتي؟ لا تشغلوا بالكن، نحن ببيت أهلي، وحسان اليوم المساء رح يرجع على البيت. طيب بنشوفك. مع السلامة. حسان رح يجي اليوم المساء. وسمر؟ ما بعرف، ما قالت شي. إيه بلكي بدها تضل عند أمها. طيب هي أنا اتصلت، مرتحتوا؟ كان فيك تكوني لطيفة معه. كل شيء تمام. شو هالسرعة ولك؟ أخ يا بطل أخ. ولك أنا بكون قليل شرف إذا ما طعميتك لتنفلق اليوم. تسلم يا رؤوف بيك. اليوم هذا يوم سعدي يا نوري، رقبة أديب صارت بإيدي. بدك تشد عليه مشان ما يختنق. وحياتك لعامل فيه أكثر من هيك. مو لأنه أبوك هيك بده، بدي إياكي ترجعي على البيت برغبتك سمر. اليوم أمك اتصلت معي من حالة حسان، وأنا كمان من حالي رح أرجع على البيت، ماشي حبيبي؟ شو يا زازا؟ لقينا رؤوف سهران هو وكم واحد من رجاله قاعدين بمطعم وعم يشربوا. من إمتى هو هونيك؟ هلأ إجا يا بيك. ماشي استنوني لكني جاي. ناطرينك يا بيك. الله. يا سلام عليك بتطير. بدك جود الدنيا لا. ايوه شو هالزلمة هذا، والله شي بيطير العقل. كل كل نوري، ما في أحلى من ساعة الرواق. كنت بدي أقول لك نفس الشي، شايفك كتير مرتاح، برأيك ما عم نلفت الأنظار كتير علينا هيك؟ لك انت كل وانبسط وما عليك، كل ما لفتنا الأنظار كان أحسن يا زلمة. لك كاسك لشوف. ايوه ايوه
يلا أديب بيك رد علي، يلا رد. مو وقتك هلأ. ليك جوا يا بيك، جوا. خليهم ضلوا ليش لحتى قلعتهم؟ المسرحيات المضحكة بدها جمهور يتابعها، ما بتزبط ولا شو رأيك يا نوري؟ يلا يا رؤوف بدنا نمشي. ليش مستعجل يا زلمة؟ ما رح نهرب، عود شاركنا بالسهرة، هلا طابت القعدة وحياتك. حاجتك مسخرة ولا؟ بدنا نروح على الشرطة. بعمل لك عود، عندنا كلام بدنا نحكيه. بعد ايدك. موبايل. خليني احكي مكالمة بالأول. الظاهر انك ما فهمت علي. معقولة ما فهمت عليك؟ انا معاق بس ماني اجدب كمان يا اخي. رضا اعطي التليفون للضيف خليه يحكي اوام. تفضل خد احكي حبيبي احكي. يا بنتي استوعبوا بعضكم شوي ماشي؟ اكيد بابا. الله معكم يا بنتي، بس توصلوا على البيت طمنونا. ماشي مرت عمي، تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. أيوة أديب. شو؟ شو صاير حسن؟ حسان احكي شو في؟ رؤوف. الرؤوف خاطف مجد. شو قلت؟ شو عم تقول حسان؟ معقول اخي رؤوف هو اللي خطف مجد؟ اهدأ اديب. مجد ان شاء الله ما بيصيبه شيء، وثق فيني. طيب برجع بحكيك. رؤوف حاكي مع اديب. قال له جيبني زار وخذ ابنه. شو هالمزح التقيل تبعه؟ بس هذا مو مزح. ماني مصدق اللي عم يصير معنا، ليش لحتى يعمل هالشي؟ مو معقول رؤوف يكون لهالدرجة مجنون. سمر هدي حال. مجد لساته ولد صغير، يعني كيف هيك بيخطفه؟ هو مشكلته مو مع الولد، هو بس بده يوصل لعمي نزار وهذا كل همه. شو بدنا نساوي هلأ حسان؟ لا تخافي ما رح يأذيه لمجد، ورح نلاقي طريقة نوصل لرؤوف. طيب وإذا ما لقينا؟ يعني رح يضحي أديب بعمي نزار؟ لا ما رح يصير هيك. قيمي هالشي من بالك. نورهان نزار انسى موضوع الطلعة، الليلة سهرانين سوا، رؤوف ما رح يتخبى للأبد. لا تحكي شي ما بتعرفيه. ليش سهل يمسكوا هالحقير بيوم واحد ويحطوه بالسجن؟ الله أعلم شو عم يخطر بباله هلأ. حنضل هون لتخلص هالشغلة. حطي ببالك يلي عم تعملوه ما رح يفيدكم بشي. يعني شو بتنصحنا نزار بيك؟ نفجر راسه برصاصة ونخلص؟ بفضلكن هالمجرم عم ياخد راحته ويتفتل عكيفه. لك أخ لو أنا برات الشركة. حاجي نزار طلع لبرا انساها، وهالشغلة رح تنحل من دونك وخلص. يا ريت ما ورطنا أديب بهالشغلة بنوب. ونحن شو عرفنا أنه رح يصير هيك؟ أخ يا رؤوف أخ، ما كفى أزع عيلتين من ورا حقده، هلأ عم يأذي الناس يلي مالن ذنب. الله أعلم شو لسه ناوي يعمل. صارت تصرفاته مو طبيعية وصار غريب علينا كتير. بدي أفهم نحن بشغلتنا حتى صار معنا كل هالشي. لا تزعلوا، أنتوا عملتوا اللي بتقدروا عليه وهلأ صار دورنا، ونحن لازم نلاقي حل للمصيبة.
الولد اللي بيغضب أبوه ما رح يفرق عنده حدا، خصوصاً إنه كبران راسه كتير، ما بيعرف لا أبوه ولا أمه ولا حتى مرته. دخيلك يا بنتي لا تقولوا شي لمها، صار لها يومين حالتها تعبانة، بلا ما ينشغل بالها. لا تنسوا إنه دينا بلشت امتحاناتها، حاولوا ما تخبروها بشي. لا تقلقوا، رح تخلص المشكلة بأقصر وقت وبدون ما ينضر حدا. حجز نزار شغلة فيها ولدني شوي، يعني فهموني لإمتى بيكون ضلوا حاجزينه هيك؟ على القليل اللي يهدى ونتأكد إنه ما راح يعمل شيء حتى ما يستسلم للحقد. طيب وبلكي بهالفترة أديب التقى برؤوف؟ لا ما بظن. ليش أنتوا ما شفتوا كم زلمة إجا معه؟ الله أعلم مين صاير عم يحمي. أنا برأيي إنه نوثق بهذا أديب. خلينا ندعي لربنا مشان نلاقي رؤوف بسرعة، ما حدا رح يرتاح لحتى هداك الولد يفوت على السجن. ليش هالشي بكفي؟ صحيح فوتت رؤوف على السجن رح تريح الكل من مشاكله، بس ما رح تطفي النار اللي جوات قلبي، وخاصة كل ما أشوف سمر هون. بكفي بقى حاجة حملي سمر المسؤولية. اللي صار كان غصب عنا مو بإرادتها، المهم هلأ إنه هي عم تحاول تنسى اللي صار معها. رجاء حاولي تفهمي. يا ريت الأمر يكون بهالبساطة هي. ألو، اسمعني يا أديب، بدك تحل هالشغلة من دون ما تطول كتير، عم تفهم؟ ما بقدر فورا يا رؤوف، بدك تعطيني شوية وقت. ما حذرت أديب، اسمع، بكرة لازم تنحل هالمشكلة بسرعة. يلا مع السلامة. لحظة لحظة يا رؤوف، ابني منيح؟ لا تخافوا، غالي علي أنا كمان، وعم دير بالي عليه منيح، حتى فرشتي نيمته عليها. بس رجعت ابنك رح تضلها متوقفه على جيه نزار. اما اذا ما اجى نزار بكره المساء، انت بتعرف شو ممكن يصير. اكيد حسان رح يحل المشكله، لازم اتماسك، لازم اثق فيه المره. جلال. نعم بابا. هذا الرجال بيكون أخوه لفاجالي نوري؟ رؤوف كان قاعد عنده بالبيت. ايه صح، عرفت انه راح لعنده. هو الشخص الوحيد اللي ممكن يعرف مكان رؤوف، خلينا نحكي معه بركي بدلنا عليه. ليش معقول يحكي؟ ما بظنه يحكي. والله أكيد ما رح يخون رفيقه، ليش إذا ساعدنا شو رح يستفاد؟ وإذا جبرنا؟ حتى لو حطينا الفرد براسه ما بيحكي. أخ يا رؤوف أخ، هالولد رح يموتني قبل وقتي، والله العظيم رح يموتني طيق. آه طيب، وإذا قلنا أنه بابا رح يموت؟ سمر أنت شو عم تقولي؟ فال الله ولا فالك أختي، شو هالحكي هاد؟ الله لا يقدر. أنا ما عم فاول عليه، مو قصدي أخي، الله لا يقدر. شو رأيكم نروح هلأ على مكان نوري؟ إيه. رؤوف بيك معقولة أديب يجيب الزلمة؟ إذا ما جابه شو بدي يعمل لك هان؟ أكيد ما رح يترك لنا الولد محبوس هون. عمو أنا خلصت. شو خلص معك؟ شو عم يقول هاد؟ هذا فات على التواليت من شوي. يعني بدو يانا ننظف له شي؟ رؤوف بيك أنا ما بمد إيدي. يلا يلا بسرعة روح ننظف له. معقول تقرف من ولد صغير قد الفصعون؟ ما عم تقدر تنظفه؟ غبي عرفان منه؟ مو على كيفك. نوري بيك، اخوات رؤوف بيك جايين يحكوا معك بموضوع كتير مهم. خليوني فوتوا لنشوف شو هالموضوع المهم هذا. حاضر يا بيك. أهلا وسهلا فيكن، شو بتأمروني؟ لازم نلاقي أخي رؤوف بسرعة من فضلك، بتقدر تساعدنا؟ وشو سبب هالعجلة هاي؟ بابا مرضان كتير،
عم يضل ينادي باسم أخي رؤوف طول الوقت وعم يقول ما رح موت قبل ما أشوف ابني لو لحظة. آه يا بابا آه، قبل ما يتوفى عم يقول بس لو شوفه مرة واحدة. طولي بالك، رح أحكي فورا. ألو، كيفك رؤوف؟ أنا نوري. نوري باشا مرني. رؤوف، يمكن أبوك مريض كتير. شو؟ مريض؟ أبوك على فراش الموت يا رؤوف، وحابب إنه يشوفك. أي موت وأي فراش، أنت شو عم تحكي؟ جيبوا أبي. أخواتك جول عندي هلا وقالوا لي إني خبرك. شو عم تقول؟ أخواتي عندك هلا؟ إيه. عن جد؟ الله الله. حالتهم بتبكي والله، وقال أبوك بده يشوفك قبل ما يموت. آه فهمت. أنت بس أعطيني جلال لحكي. مين فيكم جلال؟ أنا. بده يحكي معك. ألو أخي، بابا مريض كتير وعم يقول الدكتور إنه وضعه خطير. خطير طبعاً، اللي كمان ما حفرتوا له قبره. أخي شو عم تقول أنت؟ لك أنت عم تكذب علي ولك؟ ولك أنت ما أنا خجلان من حالك ها؟ معقول كذب عليك؟ وليش مهما اتصلت فيني؟ قليل حياة، اتفقت انت وحسان تلعبوا علي ما هيك؟ اخي وحيات الله. لا تحلف لي مرة تانية ولا تخليني اغلط معك هلأ، فهمت يا غبي؟ اعطيني نوري. اللي رؤوف ما يا اخي؟ هدول كلهم كذابين، اياك تعطي لأي واحد منهم رقمي او عنوان بيتي، عم تفهم علي؟ دير بالك عم يهفرولي فخ. ماشي يا اخي، حط ايديك ورجليك بمي بارده. فكرت خطتنا رح تنجح. كذبنا على رؤوف، بس الزلمه طلع ذكي. بس مو من ذكائه، وهو عم يحكي معي زي لسانه، وقال لو كان ابي مرضان كانت اتصلت مها وقالت له، معناته عم يحكي مع مرته. يعني رقمه موجود عند مها. اكيد. هالولاد تأخروا كتير، قالوا لي إنهم جايين. يمكن سمر لساته زعلانة. لا يا روحي، حاكيه ولا شوف، بلكي صاير معهم شي على الطريق. ايه بابا؟ ابني وين كل هلأ؟ كنت رح اتصل فيك بابا. انتوا جايين يعني؟ اليوم للأسف ما رح نقدر نجي، تأخر الوقت ورح نبقى هون. منيح، إن شاء الله ما في مشكلة. لا بابا ما صار شي، بحلف لك إنه ما صار شي. صدقني. ماشي يا ابني، ما في داعي تحلف، أنا ما قلت لك إنك عم تكذب علي. معك حق، لشو الكذب يعني؟ خلص بكرة بشوفك، سلم على الكل. تصبح على خير. يا مرت أخي لا تخبي علينا شي، منعرف أنه رقمه معك. رؤوف هو اللي حكى هاد الشي. بدكن يعني دلكن على مكان رؤوف لينمسك؟ ليش الإنسان بيحرق اللي بيحبه قدام عيونه؟ نحنا ما بدنا نوصل لرؤوف لينمسك يا مرت أخي، نحنا بدنا ننقذه. رؤوف خاطف ولد صغير من حضن أبوه. شو عم تقولي؟ هذا اللي كان ناقصك يا رؤوف، كل يوم بدي اسمع مشكلة جديدة من مشاكلك. ما كنا حابين نزعجك، بس الوضع حرج كتير. مرت أخي لازم تساعدينا. أكيد أنا ما برضى أنه يتأذى الطفل البريء. يعني رح تقولي لنا وين هو؟ بصراحة بس رقمه موجود عندي، رح أعطيكن إياه، بس أكيد ما رح تسلموا للشرطة مو؟ هلأ كل همنا ننقذ مجد يا مرت أخي. لا تخافي، نحن رح نتصرف من دون ما ندخل الشرطة. شوفي ما في شيء. لكن ليش هالأوف إذا ما في شيء؟
دينا فاتت عطشات. وشوفي يا لازم تفرح. أنا ما فيني استقبلك يا دينا، كنت حابب بس ما فيني، آسف. مزبوط قدرنا نوصل لرقمه، بس كيف رح نعرف مكانه؟ والله مشكلة. ما رح يصدق إذا قلنا له أي شيء تاني. وشو رح نعمل هلأ؟ أنا خطرت على بالي فكرة. وشو هالفكرة؟ بالأول منستنى للصبح وبعدين أنا بتصل فيه. إيه؟ رح أقول له لرؤوف. طبيعي إنك تستغرب مني يا أنوار، أنا اللي مريت بهالظروف مو أنت. وأنت لا تنسى هالشي، بالأول ما كنت تتخيل حتى إنك تمشي بالعكازات. وشو دخلوا هالشي؟ لو دخل كنت مستسلم من البداية. نحن ما استسلمنا منوب، بالعكس ساندناك كتير ولآخر حد. إيه، وهلأ لوين بدك توصل حضرتك؟ نحن وقفنا جنبك لأنه نحن منضل عيلتك، بلكي هلأ عم تشكرنا بقلبك من كتر ما ضغطنا عليك وما سمعنا كلامك، بس إن شاء الله غيرنا ما يكونوا هيك. مين قصدك؟ قصدي الناس اللي عم بيتأملوا منك خير، لأنه إذا الشخص اللي مقابلك استسلم وراح لا تزعل منه أبدا، لأنك عم تعمل كل هالشي بس مشان تخيب أمل الناس فيك. ولد. ما رح ينولد، ما في غيري ابنك، ابدا ما رح يصير لك اولاد، ابدا 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 ابدا. مجد سمر، لا تخافي حبيبتي، هذا كابوس. كابوس؟ لا تخافي حبيبتي، مجد ما رح يصيبه شيء ورح ننقذه بسرعه. قل له كابوس. تعالي نامي. ايه حسان؟ أديب، لقينا رؤوف. لقيتوه؟ وين ما كان خلينا نروح يا حسان، خلينا نروح نجيب ابني. طول بالك يا أديب، انت بس استنى واهدى. لسه بدي استنى، ما عاد اقدر يا حسان. اسمعني، رح اجيب لك ابنك بدون ما ينأذى. بترجاك يا حسان، ما فيني اقعد واستنى. اذا انت رحت معنا رؤوف رح يتضايق كتير، بدنا نحل الموضوع جوات العيلة. خلص اعتمد علي. شو قالك أديب؟ ما رح يتدخل بأي شيء. الله يتمم على خير إن شاء الله. مها، يلا يا بنتي. ألو رؤوف. يا مرة ليش عم تصرخي بوشي؟ يا عن شو عم تحكي حبيبي؟ اتصلت لأني اشتقت لك، ليش ممنوع هالشي؟ طبعا ما تحملتي غيابي عنك. ايه أكيد، بس هيك حنقضيه على التليفون، خلينا نلتقي انا وانت وش لوش. ولك كلبه شو عم بتقولي؟ لهالدرجه مشتاقتي لي يا حياتي؟ شايفه كيف ما بتقدر تعيشي من دوني؟ في عندي كلام ومهم كتير، مالك حابب تعرفه؟ شو عندك قولي يلا. ما بينحكى على التليفون، يعني لازم شوفك ضروري. طلعي فيني، ليكون حسان وجماعته حكوا لك شيء. شو؟ ليش شو بدهم يقولوا؟ سالوا عني شيء؟ اصلا انا ما شفتهم اليوم لانه نمت بكير. أنا الصبح كان عندي روحة على المشفى. ليش المشفى؟ أنت شو اللي أخدك على المشفى؟ عندي أخبار حلوة رؤوف، أنا حامل حبيبي. أه؟ أنت حامل؟ عم تمزحي؟ قولي والله. والله ما عم كذب عليك. أكيد ما في غلط بالموضوع. ليش لحتى يكون غلط؟ كل شيء صحيح 100%. الله الله والله ما عم صدق، عن جد رح صير اب، رح صير اب. رؤوف شو وينك هلا؟ انا هون. اسمعي يا بها،
رح ابعث لك رضا مشان يجيبك فورا. اوعك حدا يشوفك وانت جاي لعندي، ماشي؟ لا تخاف ابدا رؤوف، مهم اني اشوفك. الله الله الله. رضا الو خليل، هذا انا نزار. نزار بيك؟ قلقت عليك كتير، موبايلك كمان مسكر، شو صاير معك؟ انا محبوس بشركه عزيز اغلو خليل. قلت لي محبوس؟ انا ما عم بفهم عليك نزار بيك. يا ريت تعلي صوتك شوي لاقدر اسمعك. ما بقدر اعلي صوتي، تعال على الشركه وطالعني. طلعك من اي شركه؟ اوف خليل اوف، تعال بسرعه لا تخليني صرخ. صرخ نزار صرخ، أنا فقت بتحسن تحكي بالصوت اللي بدك إياه. يعني شو أعمل نورهان؟ لازم استنى هيك مثل الخرفان؟ رح يجي خليل ويطلعني من الشركة. أصلاً أنا عم بحلم. طبعاً كل همك تطلع من هون، أصلاً أنت ما بتفكر غير بحالك. مشي الحال، رؤوف صدقني ورضي يشوفني. عم تحكي جد؟ رح يبعت رضا مشان ياخدني لعنده. شكرا لأنك ساعدتينا معها. نشكر الله. برافو يا بنتي، والله عملتي عين العقل. وهلا كيف رح تقدري تقنعيه؟ سمر، ما رح يصير شي لرؤوف، ما هيك؟ اطمني مرت أخي، ما قلنا لك ما رح تتدخل الشرطة؟ لا تنسي إنه أديب عطانا وعد. ما في داعي تقلي، عمي محجوز بالشركة. لا تطلعي هيك وكأنك عم تدعي علي. تعال معي. معين افتح الباب. بس يعني نوران خانم انت مو قلتي انه؟ ايه وانا هلا عم قلك افتح الباب. يعطيك العافية. حاضر. شرف اذا بدك روح. يعني روح؟ روح، مين ما بدك تقتل اقتل، انا مالي علاقة فيك. نورهان، انت عارفاني شو عم تحكي هلا؟ يعني شو رح تفرق اذا عارفاني ولا مالي عارفاني؟ شو غيرك؟ وامبارحة شو قلتي؟ قلتي لبكرة بعد الظهر ما رح نطلع من هون، وهلا؟ تعرف ليش انا عملت هيك هلا؟ لاني مليت كتير وانا عم بركض وراك. ما بنكر انه اللي بيربطني فيك شي كبير وما بقدر اني اتجاهله، بس بصراحة اكتشفت انك ما بتستاهلني ابدا. مشان بنتك ما حركت ساكن، بس كل طاقتك طلعت مشان تنتقم من زلمة وتورجيه حالك، عن جد ما بتستاهل. نورهان ليكي لا تقولي هيك، من شان بنتي فتون. لا بقى تذكر اسمها بعد هلأ. شو ما بدك تعمل يا نزار، لأني ما عاد شايفتك لا زوجي ولا حتى أبو ولادي. أنت بالنسبة لي ما بتفرق عن أي شخص صادفته بالطريق ونسيته، فهمتني؟ نورهان يا مرة، من شان الله لا تحكي هالحكي. طلع فيه منيح. هلا فهمت؟ روح. يا ربي شو بدي ساوي؟ كيف رح أقدر إلا؟
وعم بيك؟ نعم. الأغراض اللي طلبتهم هلأ حطيتهم بغرفتك. طيب اسلموا ايديك. شو عم بيك؟ خلاص شو بدك؟ آسفة بس كنت بدي أسألك إذا في شي مضايقك وبدك مساعدة. في بس أنت بتقدري تساعديني؟ قولي أنت فيك تساعديني؟ ما حدا في ساعد، ما حدا. جوان بيك؟ تركيني لحالي، تركيني. انتي بتدخني يا بنتي شي؟ لا مزن خانم. والمشروب؟ بشرب بس مو دائما، يعني بأوقات خاصة. هاي شغلة مو منيحة. ليش مو منيحة؟ يعني نحن شو دخلنا بحياتها الشخصية؟ مزن خانم طبعا ما رح أشرب جنب ولد صغير. طيب ربيتي من قبل ولد عمره شهرين واستوعبتي؟ لو ما كان هيك ما كنت اشتغلت هاي الشغلة. يا مزن، يعني البنت لو ما عندها خبرة ما كانت بعتتها الشركة لعندي. طيب عندك خبرة بالإسعافات الأولية؟ كل هالشي مذكور بالسي في تبعي، إذا بدك شوفي. أعذريني لأنه بدي أمن على حفيدي، فيني أسألك كم سؤال عن حالي؟ طبعاً مزن خانم معك حق. عفواً، تسمحي لنا نأخذ من وقتك شي كم دقيقة؟ طبعاً. أمي، الشركة بعتت لك أحسن مربية عندها. مزن، عم تتصرفي معه كأنه البنت أول مرة بتشوف ولد صغير. يعني جريمة إذا طلبنا أحسن شي للولد؟ يا أمي هالمربية أحسن وحدة، الكل عم بيطلب لهالبنت، يا طلعت روحنا لقدرنا نجيبها نحنا. ما بعرف ليش قلبي ما عم يطمن لحدا. والله أنا شايف إنه ما في منها، رح روح خبرها إنها سلمت الشغل. ماشي. رح يطمن قلبك وبتشوفي. ابني حبيبي، ابني حبيبتي، ابني خليني بروشك يا عمري. بابا فين؟ بابا هون بالصندوق. حياتي ابني، حياتي، روحي، نور قلبي. بدي احكي معك. وقف، شو عم تحكي؟ خليني دردش مع ابني شوي، لا تقاطعيني، فهمتي؟ مو هيك يا ازعار؟ يا حياتي يا روحي، مين دخيني لك انا؟ يا قلب البابا انت، يا روحي يا روحي. شو يلي جابكن لهون؟ ها؟ نورهان، مفتوح باب مكتب حسان، نزار وينه؟ راح، انا فتحت له الباب. شو انتي جنيتي؟ اللي جانا هو سيد نزار مو انا. بس يا نورهان، مو كنا حابسين نزار عندك، ليش فتحتي له؟ اتركه شو بده يخبص يخبص، اذا سكرنا عليه 40 باب ما رح نستفيد. فهمت، ضحكان عليكي، بس خايف يورط حاله بشي مصيبه. بس الخوف ما بيقدم ولا بيأخر. بعرف هالشي، والله انتي كلامك صحيح، بس انا قلقان كتير مشان اخي، وكمان انا عطيت كلمه للسيد عزام. والله بدك ما تؤاخذني، لأنه اللي عم بيصير ما عاد يعنيني. انت بتعرف قديش قلبي عم يحترق. لهلأ ما بعرف شو حالة بنتي، وزوجي ماله سائل عن بنته، وكل همه سيد رؤوف. أنا هلأ خسرت عيلتي حسن بيك، وانخرب بيتي كمان، بشو بدي اتأمل بعد هلأ؟ وينه مجد هلا؟ اللي رؤوف وين مخبي؟ رضا، جيبي الولد لهون. ماما خديني من هون. لا تخاف مجد، بعد شوي رح نروح. رؤوف الولد ما له ذنب، اتركه. خلاص ولك، كان كذب ما هيك؟ قولي لشوف كان كذب، قولي انك تعطيني بقلبي. يلا
ليش انت ما طعنت قلب حدا يا رؤوف؟ مو حرام هالولد تحرق قلب ابوه عليه؟ وانت شو دخلك؟ لا تتدخلي بولاد العالم يا غبية. نحن كل هالبكى عم نبكي مشان نجيب ولاد، كيف بيجي من قلبك تسخب ولاد الناس يا رؤوف؟ مريضة خود الولد وفوت لجوا. رؤوف لا تعمل هيك. رؤوف دخيلك اتركه. قلت لك لا تتدخلي. يعني مرتي ما دارت لي ظهرها، وهلا وقفتوها بصفكم كمان. لا عمي نزار عرفان بهالشي ولا الشرطة كمان. قبل ما الأمور تتعقد خلينا نحل هالشغلة. اللي صار يا أختي مو سهل. هاي الإيد لما صار فيها هيك وين كنتوا؟ ها؟ طلع شي واحد منكم بوجه نزار وترجام شاني؟ رؤوف لو كنا بنعرف ما خلينا. هالشي لازم ينحل فورا، لازم انتقم لهي الإيد، وهداك الولد رح يكون وسيلتي لهالشي. حاج يا رؤوف انت شغلتك مو مع هالولد الصغير. ما حاولت تفكر مجد بشو حاسس؟ اللي يا اخي انا ماني مجرم يا سمر، رح اترك هالولد بحاله بس بعد ما يتحقق طلبي، حتى يجي نزار لقدام عيوني. هذا اخر كلام عندي. واخيرا لقيتك نزار بيك. خير؟ انت منيح نزار بيك؟ كنت بقول كل الجبال بتنهز بس نزار عزيز أغلو ما بينهز. كنت أفكر إنه ما في شي بيعصبني ولا بيهدني. ليش رؤوف عمل شي جديد نزار بيك؟ هلا اتركنا من رؤوف، الله بيعاقبه يصطفل منه لربه. لتكون فتون خانه؟ ما بخبي عليك، نص قلبي هرب وراح، وهلا النص التاني راح. أنا متت يا خليل، نزار عزيز أغلو موتوه، وهلا يا خليل صرت حدا تاني. ممكن تتركوني أنا ورؤوف لحالنا؟ بس يا سمر أنت إذا بتريد حسان. لا تحكي بنفس الحكي وتعزبي حالك يا سمر، قراري نهائي. ها؟ ليش سكت يقنعيني يلا؟ تتذكر يا رؤوف لما نحن كنا صغار؟ كنا نلعب بيت بيوت مع أختك دينا، كنا نمد بساط كبير على الأرض. اي كنتوا تلعبوني معكم بالزور. كنت تضل تقول ما بدي ألعب بيت بيوت. يا روحي عنا يا ليش الصبيان بيلعبوا هيك لعبة. تتذكر اللعبات اللي كانت أمي تشتغلون من القماش؟ اي كانوا كتير كبار. دائما كنت تقلي رح يصير عندك ولد مثل هدول، وتقول انا رح صير خاله ورح ربيه مثل ما بيربي السبع ابنه. كانت ولدني. بتعرف انه هالشي ما رح يتحقق ابدا اخي. شو معنات اللي عم تقولي؟ انت ابدا ما رح تصير خال، وانا ابدا ما رح صير ام. لا تخبصي اختي، من وين عم تجيبي هالحكي؟ انا مريضه اخي. اسمعي، قلتولي انه ابي مرضان ما صدقت، فإذا كانت هاي لعبة. أنا معي سرطان يا أخي. شو؟ إيه معي سرطان. سمر ليش بدها تحكي معه لحالها؟ شو بدها تقلهم مشان تقنعه يا ترى؟ شو ما قالت على الفاضي يا حسن، رؤوف جانن على الأخير ما رح يرد على حدا. كيف هيك؟ شو عملتي يا أختي تستاهلي كل هالشي اللي عم بيصير معك؟ ليش كل الدنيا جاي عليكي هيك؟ ليش كل البلاوي بتوقع على راسك يا الله؟ بترجاك أخي نوش. أنا منيح. أكيد أمي وأبي حالتهم حالة. أوعك رؤوف، ما حدا بيعرف بهذا الموضوع غيرك وحسان، وهو كمان ما بيعرف. رجاءً ما بدي حدا يعرف بمرضي يا حبيبتي. يعني هذا المرض مو مثل القريب
وشو اسمه؟ أنا عم حاول إني أكون قوية، وأنت خليك قوي أخي. ما بدي حدا يعرف أبداً، ما بدي حدا يزعل من شاني، بتكفيهم همومه. صحيح هلأ في بلوة رؤوف فوق راسكم. ما كنت قلت لك إلك كمان، بس مجد بحبه لدرجة كبيرة، وكأنه عن جد ابني، ما بدي يصير له شيء أبداً. أنت لا تزعلي حالك. يا الله. طيب رح أترك الولد، مشان خاطرك رح أتنازل عن هالشي، بس إلي شرط واحد. لا تقلي نزار أخي. لا تركينا من نزار هلأ. أنت بدك توعديني، مشانك بدك توعديني ما تهملي مرضك وتتعالجي لحتى تطيبي. وعد. يا حبيبتي شو عم تعمل يا جوان؟ شو عم تستنى؟ شو بدك؟ أحسن شي نحكي وش لوش، هيك أحسن شي. سمر أنا فخور فيكي. ليش أنا شو عملت؟ ما هذا اللي بدي أعرفه، شو عملتي لرؤوف بطل جنان؟ أدانه كانت مسدودة لما حكينا، بس أنا لما حكيت قلبه صار يفهمني. لا تنسى يا حسان إنه هو إله قلب كمان. طيب أنا رح أتصل بأديب. إن شاء الله بيرجع لك عقلك يا نزار، إن شاء الله. هذا من المستحيلات. نزار بيك لا تضايق حالك هيك، انت انسان قوي كتير، الصفات يلي فيك ما لها موجودة عند حدا، نفوذك وقوة شخصيتك برأيي لازم تتحرك. حتى إذا تحركت شو يلي بده يصير يا خليل؟ فاتني القطار وراح، وبعد هلأ شو بده ينفع الكلام؟ ما بظن إنه تأخرنا نزار بيك، أنت دايما كنت تقلي هيك، شو نسيت؟ أنا متأكد إنه نورهان خانم ما رح تتركك بهالحالة، أنا متأكد إذا شافتك عم تتعذب هيك حتغير رأيها وترجع لك. حاليا خلينا نترك قصة رؤوف على جنب. فهمت عليك، كلامك هاد هو الصح نزار بيك. هذا ما بكفي خليل، رجالنا يلي بأوروبا لسه ما إجا منهم خبر؟ لسه ما في شي. جدي كان دايما يقول إذا بدك تعمل شي مهم بهالدنيا وتنجح فيه لازم تعمله بنفسك. الإنسان فورا بيتعود يا رؤوف بيك، دغري اشتقت له الولد. المهم راح يلي راح، هلأ شو بدنا نعمل بموضوع نزار؟ تركني من قصة نزار هلأ. بس يا رؤوف بيك، انت بليلك ونهارك كنت توعد له، شو صار هلأ؟ لا تكتر حكي، صار اللي صار. أنا هلأ عم فكر بهم أختي. أوه يا مسكينة يا سمر. بابا حبيبي. مجد مجد أنا بحبك يا بابا، اشتقت لك كتير. وأنا كمان اشتقت لك بابا. بابا حبيبي. دينا حذري شو مكتوب بهالورقة يلي بإيدي. لتكون نتائج امتحانات العملي. ما بعرف ليش طلعوا؟ شو عرفني أنا؟ رالي هالورقة بقى؟ يا شباب هدوء لو سمحتوا،
دينا شفر الأولى بالامتحانات. برافو برافو دينا. برافو عليك. والله معقول في وحدة تكون ذكية وحلوة وطيوبة لهالدرجة؟ وهلأ صار من حقي أعزم هالبنت الأمورة مكافأة لأني أول واحد بشرتها بهالخبر الحلو. عشا ما بيلبق إلا بالأميرات وبأفخم مطعم بهالبلد. يا سلام. برافو. هيا طولنا وشنا والله.